بسم الله. تقهقر إسرائيلي جديد من شمال وادي غزة، وهذه المرة من الزيتون، الحي الذي حاذر الاحتلال اقتحامه في العملية البرية الموسعة إلا متأخراً، ليعود إليه هذه المرة ويتلقى ضربات مضاعفة، ضربات تذكره بماض طويل لهذا الحي ومقاوميه منذ تفجير ناقلة الجند عام 2004 وتحول 6 جنود من قوات الهندسة آنذاك إلى أشلاء. وأكد مجاهدون الأبطال أن أجزاء من الدبابة تطايرت في المكان. ليس التاريخ ما يعيد نفسه، بل أخطاء التاريخ هي التي تتكرر، وهذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي مراراً لينتهي توغله الذي دام نحو 10 أيام بخسارة مدوية في العديد والعتاد، وضرب لروايته عن القضاء على المقاومة في الشمال، فتكذب مياه المقاومة الغطاس الإسرائيلي. لتأكيد المؤكد، وثق الإعلام العسكري لكتائب القسام والإعلام الحربي لسرايا القدس العمليات النوعية في الزيتون، وما هي إلا ساعات بعد الانسحاب حتى خرجت المقاطع المصورة لسلسلة ضربات واستهدافات. استطاعت المقاومة توثيقها، والباقي يعرفه جنود الاحتلال. لم تدخل المقاومة سلاحاً ولا جهداً، من القذائف المضادة للدروع إلى العبوات والبيوت الملغومة إلى الهاون والاستحكامات الصاروخية والكاميرا مع كل ضربة أو خلفها أو بجانبها. في رسالة تأكيد للرواية الفلسطينية أن المقاومة لم تنكسر ولن تنكسر، وأن العودة إلى أي منطقة سوف تواجه بالنار.